The Syrian Arab Airlines announced the arrival of its flight number 741 coming from Cairo. Thank you. تعلن الهبوط الجوية العربية السورية عن وصول رحلتها رقم 741 القادمة من القاهرة. شكرا. نوال يوسف الحمد لله على السلامة يا نوال. الله يسلمك. اخص عليك يا يوسف، خضتنا عليك، ليه ما جيتش جوه؟ متأسف وصلت متأخر. يلا سيارة عم استنانا. يلا يوسف ابنك. لطيف جدا. يلا على السيارة. أنا خايفة أوي يا يوسف، مش عارفة هيعملوا إيه في البيت. دي أول مرة أجي فيها من غير ما أديلهم خبر. ليش ما نفذتي اللي قلتلك عليه؟ ما قدرتش يا يوسف. روح الأمومة اتغلبت على شعوري. ما قدرتش. شو بدنا نعمل فيها هلا؟ ها؟ نعمل إيه؟ يا خبر يا يوسف، ده ابنك وابني، ده من لحمنا ودمنا احنا الاثنين. انت نسيتي انه نحن لسه ما جوزنا؟ وانت نسيت وعدك ليا؟ على العموم هلا مو وقت الكلام، لو تركت الولد عند خالتك بمصر حتى ندبر امورنا ما كان احسن؟ يوسف انت جرالك ايه؟ انا كتبت لك 100 مرة انه ظروف خالتي الصحية تمنعها من انها تربي ولد صغير زي ده. على العموم أنا دبرت واحدة قرايبتي حتى تعطيني فيه. صحيح؟ أيوه. طيب وكلمت بابا في موضوعنا ولا لا؟ لسه ما لقيت الفرصة المناسبة. إحنا فين دلوقت؟ وصلنا. هذا بيت قرايبتي. هاتي الولد. يوسف انت متاكد ان قريبتك دي هتعتني بيه؟ طبعا متاكد. هتوحشني يا حبيبي، هتوحشني. لا تخافي عليه، طمني. مع السلامه. مع السلامه. Thank you.
الطنبرجية. واقف يا فرعي. شو مفكرة ورشة سايبة؟ أبو غوار أفندي. كم كيس أخذ؟ 2 4 6 8 10. على فين أخذ شمنتو؟ المراعب يوسف أفندي أمر بنال هون. والله عال، وأنا شو عم أعمل هون؟ شوف يا غوار أفندي. سلامتك، عم بسأل الأخ فين أخذ 10 كياس شمنتو؟ أنا بعتهم للورشة الثانية. ها، وأنت شو دخلك بالورشة الثانية؟ وانت شو حشرك بهالموضوع؟ انا مراقب الورشه وانا المسؤول، وانا مسؤول عن الشمنتو كمان. طالما عم تاخذ مني وصل، انت مالك دخل لي. امشي يا معلم. امرك سيدي. انا راح احكي للمعلم حسني خلي يحط الحروف على النط. ما تيلا يا بابا، انت تاخرت قوي. ما بتعرفي عادة امي؟ لا. ما بتجيه قريحة الطلبات الا قبل ما اطلع من البيت. انت رايحة الورشة مع ابوك يا نوال؟ لا، انا مالي رايحة الورشة اليوم. يلا ماما. انا حوصل بابا على المكتب وبعدين حزور واحدة صاحبتي. طيب ما تتأخروا على الغداء. حاضر. باي باي. خلاص خلاص، مش حاسبك ابدا ابدا. الله، ليه تعبتي نفسك؟ والله ما كانش في لزوم ابدا. ولو اهلا وسهلا. بس اهلا بيكي. بس يعني يا الله الحلم بقى. على فكره يوسف بعت لك دول معايا. تسلم ايدي. تسلمي. الا قولي لي يا ست نوال. نعم. امتى حتخدمي ايديك؟ ليه، حصل حاجه؟ جوزي مش موافق، الولد عم بيبكي طول الليل. طيب لو سمحت اديني فرصه اقول ليوسف. لا تواخذي، أنا من جهتي بحب الأولاد، لكن جوزي مع الأسف ما بده أولاد بالبيت. معلش، ما تشيليش هم. تفضل، ناقصة شمينتو. يا أخي قلت لك 100 مرة لا تتدخل بشي ما بيعني. نوال. اهلا نوال خانم، الحمد لله على السلامة. اهلا غوار، ازيك؟ الحمد لله، طولتي الغيبة، اشتقنا لك. متشكرة يا غوار. يوسف. اهلا نوال. اهلا يوسف. نوال خانم. ها؟ نحن كمان لنا حصة فيكي. خلاص، المرة دي أنا قاعدة على طول. خطوة يا عزيزي، راح أعمل لك كاس شاي أكرك. لحظة. دمه خفيف غوار ده فعلا، وقلبه طيب. ومشيت واقف وانا خايف خايف من فرحة قلبي. ومشيت وانا خايف خايف من فرحة قلبي، خايف. ومشيت وانا خايف خايف من فرحة قلبي، خايف من فرحة قلبي، خايف. ويا ما قلت لك أنا. الله لا يوفقك يا يوسف. نعم. نعم. أنت فين يا مقصوف الرقبة؟ أنا هون معلم بالورشة. ورشة ورشة. شايفني؟ لكان سامعني؟ ألو معلم، أنا هون. فين هون؟ بالورشة 3 ولا 4؟ بالورشة 4 سابقا. الحالة تعبانة،
اي تعبت اكثر وقع حجر الاساس. سمعتني؟ لك شو عم تحكي؟ وضح. الرؤيه غير واضحه عندي، صبت السقف وقعت فوقي، ما بقي سليم غير انا والتلفون. حول. بدي حول رقبتك يا وش النحس. قال انا وش النحس؟ هذا كله بسببك يوسف افندي. بسببي انا؟ اي نعم. انا اقول لك حط شميته مطلوب وانت تقول اختصر. اي خير الاسمنت من قل ودل. انا قصدي وفر بالتكاليف. اصطفل منك لحسني. انا راح اقول له شميته السايب بيعلم الحرامي السرقه. انت ما بتستاهل الخير ابدا. يا ريت لساني انقطع ولا قلت الكلام الحلو اللي قلته لنوال عنك امبارح. صحيح كلمت نوال عني؟ صحيح. وشو قلت له؟ شو قلت له؟ شوف يا سيدي، ضليت ساعة اشرح لها حبك وهيامك فيها. وهي شو قالت لك؟ ايه نهدت تمهيدة بحرقة وقالت والله. وشو قالت لك كمان؟ كانت خجلانة صرح أكثر. لا ما تخبي علي مشان النبي. وشو قالت لك؟ صباح الخير. بنت حلال. أهلا. أهلا نوال. أهلا بيك يا يوسف. هلا كنا بسيرتك. أوعى أكون قطعت عليكم الكلام. أبدا كنا عم نحكي عنك. عني أنا؟ إيوه هو الكلام له طعم إذا ما كان عنك. مرسي. أنت لطيف قوي يا غوار. هذا عطا من الله. أستاذ غوار عن إذنك شوي. أوي تفضل. خلينا كفي الشرح. معقول عن إذنك أنسي؟ أوي أوي. لا تنسى تقلا إنه نظرتها كانت سهم صابت في قلبي. طبعا طبعا. الله يوفقك. انتبه لكلمة السهم، إيدي بزنارك يوسف. حاضر تكرم. أنا راح أستناك برا. الله يكون بعونها. بتحبني؟ انت لسه بتلعب على غوار ومفهمه ان انا بحبه؟ لازم نستمر بلعبتنا لحتى ما يخبر ابوكي كل ما يشوفنا مع بعض. ولحد امتى حنفضل على الحال ده؟ لحتى تسنح الفرصه اطلبك من ابوكي. ايه ده؟ انت لسه ما كلمتش بابا؟ اعوذ بالله، بعد ما وقع سقف الورشه 4 امبارح مو طايق يشوف حدا. وبعدين بس يا يوسف، الوقت بيمر وابننا مرمي عند ناس غرب بعيد عننا. دي ما بقتش عيشه دي. والله اذا كان عندك حل انا مستعد نفسه. الحل الوحيد انك تكلم بابا. انا ماشي. نوال انا ما بريدك تطلعي زعلانه. أنا بحبك يا نوال، بس الظروف ضدنا. ما تحملي هم، كل شيء راح يتصلح. لسه زعلانة؟ أبدا، بس أرجوك قدر الظروف اللي أنا فيها. وحياتك وحياتك أنا مقدر ظروفك. لسه بتحبيني؟ أواكد. لحظة، بدي مني خدمة. خدمة؟ فوتي على غوار واعطيه الوردة مع كلمتين حلوين منك. بتحبني؟ ما بتحبني. بتحبني؟ ما بتحبني. بتحبني؟ ما بتحبني. بتحبني؟ تفضل. اهلا. ممكن اخذ من وقتك ثانيه؟ ثانيه قولي ساعه شهر يوم سنه. تفضلي. على فكره يوسف كلمني. بعرف. وقال لي انه بعرف عن حكايه السهم. هو ما كلمنيش عن حكايه السهم دي. بعرف قليل امانه. شو افتكروا سهم شمنته وبلعوا؟ الحقيقه هو قال عنك كلام كتير. ايوه. وانا ما كنتش اعرف انك رقيق قوي بالشكل ده. ايوه نوال خانوم. من غير خانوم أرجوك. ومن هنا ورايح حنكلم بعض من غير تكليف. عندك حق، لما بيكونوا اتنين ما بعرف كيف.
لازم يرفعوا التكليف. هم بيقولوا ان الوردة الحمراء لها معاني جميلة. مش كده؟ ايوه. نوال خانوم غمضي عيونك. ليه؟ حتعمل ايه؟ انت غمضي. طيب غمض انت الاول. ما غمضت سوا. طيب سوا. نوال نامت؟ لا، قاعدة بأوضتها. بيني وبينك، بعد ما رجعت من مصر أحوالها مو عاجبتني. حتى من قبل ما تسافر، من يوم ما اطلعت وهي مهمومة. الله يلعن هديك الساعة. لهالسبب شايفتيني عم اتشدد لما بيجيها خطاب. إن شاء الله ما بجوزها هالمرة إلا للعريس اللي بليق فيها. يا ريت تمر عليها قبل ما تنام. حاضر. بابا خير؟ في حاجة؟ ها؟ أنا راح أسألك نفس السؤال. ليش عم تبكي يا بنتي؟ أبدا يا بابا، بس حضرتك عارف إن الواحد أحياناً بيبقى لازم يفتح قلبه ويخفف عن نفسه. بابا نوال، بيألمني شوفك زعلان. أنا تعيسة يا بابا، تعيسة. يا نوال، أنت مو أول وحدة بيفشل زواجها، بعدين أنت لسه صغيرة، وألف مين بيتمنى إيدك. يا بابا أنا مش قصدي كده. بس أنا امسحي البعد وسعديني بابتسامتك وحياتي عندك. حاضر يا بابا. تصبحي على خير. وانت من اهله. يا ريت أنا بداله يا نوال، يا ريت كنت بعمل لك فرح ما صار ولا حيصير مثله فرح. Thank you.
حضرتك زوجها العتيم؟ نعم حضرتي. أمر؟ كيف تأخذ نوال من غير ما تستأذني؟ أنت طلقتها. ولو بسيطة بتسمح؟ أنت مفكر موافقتي سهلة؟ لا. من فضلك اطلب لي شرطة النجدة أرجوك بصراحة. لا تطلب لي يا بوليس، يا بوليس أرجوك تلحقني. لا تلحقني، لا تلحقني. أخ يا أخ يا أخ أرجوك تعال ساعدني لأنه في ما فيش. سيداتي أنساتي سادتي، فإننا سنقدم لكم. نعم لن نقدم لكم شيئا، إذ سيحصل عطل فني. بيتك طالع تحفة معمارية رح يعجبك. أنا ما عندي شك في ذوقك، لهالسبب لما أنا سافرت كنت مطمن كتير. طبعا المعلم صاحب ضمير بيحط للبنا شمينته مو تلزيق مثل غيره. اما تشوقوني كتير.
بعدين إذا اعتنيتوا فيه بضاين أكثر من 3 سنين. نعم؟ لك شو 3 سنين؟ أكثر، بجوز يتحمل 4، لكن عم أقول أقله 3. يعني ممكن روح شوفه؟ طبعا، تفضل مع غوار أفندي. تفضل. يلا غوار. سلام عليكم. مبروك سلفا. الله يبارك فيك. شو في حدا؟ اشتغل. بسم الله. يا سلام. بيظهر ناقصه مسمارين. تفضل. لا تخاف، تفضل. هذا ماكين. ها. تفرج. الله يهنيك. شمينتو. شو ها؟ أوضة. معقول أوضة من غير شباك؟ طبعا هيك أستر. المثل بيقول الشباك اللي بيجي منه ريح سده واستريح. حبيبي أنا حر، بدي شم ببيتي شوية هواء. وينك؟ مصمم على الشباك؟ اي نعم. لا تزعل، تحت أمرك. منيحك يا سو؟ يا شو؟ أعمى. الشباك وينه؟ ليكو. تفضل. طلع الشباك على الحمام، رح تفهم أكثر من المهندس. والله وشمينا الهواء. إلا تتداخلوا بشغل المهندسين. تفضل نشوف الصالون. في حدا؟ إن شاء الله ما يكون حمام الجيران. تفضل. تفضل. يظهر مزودين له مسمارين. لحظة. امسك معي بالله. امسك معي. شوية عزم. ايه ايه. ارجع لورا. لقوين الباب. مبلغ 30,000 اللي معك ما بيشتروا شقة. طيب والعمل؟ استني، في عندي ملحق صغير على قد مصرياتك، هلا ببعث معك حدا تشوفيه. ان شاء الله ما يكون العمار تجارة. اعوذ بالله، انا ما عندي غير بيوت متعوب عليها، وبكرة بتدعي لي اذا صار نصيب. معلم حسني. معلم حسني، معلم حسني، قوم قوم. لوين قوم؟ قوم نط من الشباك، اهرب. ليش اهرب؟ شو جنيت؟ لا، لطفي بيك اللي جن. لشو جن يا ولد؟ جن جن من الفرحة. شو بيت؟ تعيش وتبني يا معلم. سامعة؟ هذا زبون استلم بيته من شوي. الله يكتب لنا النصيب مثله. حتاكلوا نصيبكم مدام، حتاكلوا نصيبكم. خذ الست وابنها ورجيهم على الملحق اللي بناية صنوبر. ملحق بناية صنوبر؟ اي نعم. وابنها راح يسكن معها؟ طبعا. واخواته وابوه؟
هي صعبة لأنه الملحق ما بيحمل غير يا الأخ يا العيلة. سكر تمك يا ولد، من إمتى كنت تمزح مع الزباين؟ أنا مزوحي. اسكت. تفضلي معه مدام. ممكن بعد 10 دقايق حتى أجيب جوزي يشوفه كمان. وجوزك وينه؟ عم بدور على بيوت. طيب بعد 10 دقايق بتلاقي الأفندي عم ينتظركن على مدخل البناية. يلا يا فوفو يلا. أروى. معلم الله يوفقك، خلي غيري يرجون الملحق. ما بيصير، هي شغلتك. حاضر. وين رايح؟ جيب المفتاح بسرعة ورجع لعندي عاوزك. طيب. الحق يوسف افندي، في شقة اعتبرها وقعت على اصحابها. اعوذ بالله من اخبارك النحس. الملحق اللي عمرناه من غير رخصة وحضرتك اختصرت الحديد من ارضيته. شبو؟ رح يسكنوه 10 طن دفعة واحدة. فين رحت يا غوار؟ جاي جاي. سترك يا رب. فين بقيت يا ولد؟ امر معلم. معاشك. نسيت انه اليوم اخر الشهر؟ خلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شو علينا حسميات هالشهر؟ ناقصين 20 ليرة. شوف المغلف منيح. شو هاد؟ ورقتين يا نصيب لجمعية الانعاش السكني، كل وحدة ب10 ليرات. لكن ميزانيتي ما بتحمل 20 ليرة، رح اخذ نص ورقة بس. مو على كيفك. اجاني دفتر وزعته على كل الموظفين. حتى أهل بيتي أخذوا. بعدين واقف رحيلك. أمرك معلم. معوضين الله يربحك. يا معين. كيف فتات؟ اثبت. الحمد لله على خلاصك. متشكر. اسم الله كلهم ولادك؟ اي نعم. وراح يسكنوا معك؟ طبعا. مدام مسيو. ما شاء الله، شو مخلفتيته مشقفة واحدة مدام؟ اي نعم. نزار افندي، هاي ليرة ورجع عبيهم قدامي بالسيارة. الله عليك، يا غوار افندي، ما بتعرف المثل اللي بيقول محل الضيق بيسع الفزديق؟ على هالحالة الملحق بيسعكم، تفضلي. تفضل. تفضل. انتوا بابا خليكم هون، ايه؟ ايه. ايه ايه قولي. شو زين يا العنب؟ قديش بعتوا الكيلو مدام؟ تفضلي. 115 116 117. الله يعينك. 119 120. مزبوطين وصلنا. شو هالبناء مو جديد؟ طبعا. لكن ليش هي هون؟ عندك حق، المهندس غلطان، لازم تكون على الطرف الثاني. ها بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا تفضلوا.
بيت دافي مو لازم دفاية بالشتاء. شو هاد كرودور ضيق كتير؟ ليش انتو مضيوفين مدام؟ يعني على كل الاعمار الجديد كله هيك. امشي هلا ماشي الحال، المهم ننستر. تفضلوا انستروا. يلا ديروا بالكم على الحيط ليوقع عليكم. وين المطبخ؟ المطبخ صار وراكي، تفضلوا نشوف. منشوفه بعدين مدام. طيب هي اوضه النوم، لكن بنصحكم لا تجيبوا عفش تقيل. العفش مو مهم، المهم ننستر. تفضلوا انستروا. لحظة ماكن، تفضلوا انستروا. طريق طريق يا اخي طريق. تفضلوا بالدور بالدور. شو سينما الشغله؟ ليديز فيرست. تفضل تفضلي لارجيكي بقيه الاوض. تفضلي مدام، تفضلي. هاي اوضه المونه؟ لا هاي اوضه نوم الصغار. البيت عمرنا له واحد بحار وما صار نصيب. بتريد يجيب جوزك شوفها؟ اخ يا راسي، اخ يا ظهري انكسر، اخ يا ضلوعي، اخ يا راسي، اخ 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 اخ. بدنا ننستر اهل. عدم مؤاخذه الباب منين؟ من هون. اي جارنا، شفت لنا شي زبون مرق من هون؟ شكرا، يا ريت تسدوا لنا الفتحه بسرعه، بدنا نبيع الملحق. انت خلي عندك يومين ثلاثه بس، وانا مستعد ادفع لك اللي بتريديه. والله ما بقدر اخليه ولا ساعه واحده، جوزي راح يطلقني. طيب وبعدين؟ والله يا ابن خالتي دبر حالك، خاطرك. بوس ايدك استني شوي. الو الو نوال، انا لازم اشوفك بالمكتب ضروري. معلم حسني، معلم حسني، معلم حسني. انا فوق. شو في؟ تطلع لي ولا انزل لعندك؟ بالعكس اطلع لعندي. طيب ارفع معلم، بسرعة بسرعة. الملحق شبه لك. ارفع ارضه مخفزت على الجيران. يا ساتر شو خربت المكنة. ارفع سقوط نزار وحرمه. وجع. ارفع لا خسائر بالارواح. لك ارفعني، الاولاد بحكم المفقودين. انتهى لما ترفع. الله لا يعطيك عافية. ها وقررت ايه؟ مستحيل والدك يوافق لو اعترفنا له بالحقيقة. أمال حنتصرف إزاي؟ أنا فكرت بحل يا نوال. إيه هو؟ الولد ابن غوار. نعم؟ يعني غوار بيكون أبو الولد. ضحك عليك قبل ما تسافر لمصر وحصل اللي حصل. أنت بتقول إيه؟ أكيد اتجننت. نقمة أبوكي بتنصب على غوار وبتقدم أنا لإنقاذ الموقف. ستر الفضيحة. حرام عليك يا يوسف، ده مش معقول. صدقيني يا نوال، هذا الحل الوحيد. أبوكي طبعا رح يفضلني على غوار ويقبلني برحابة صدر.
نوال ما عادت تتحمل البعد عني، الله يبشرك بالخير. وكيف بدنا نقنع ابوها؟ انا فكرت بطريقه تخلي ابوها يوافي على زواجكم فورا. شو هي؟ انت خلفت ولد؟ لا والله. خلفته من نوال؟ بظهر في شي بعقلك. شو متقل بشمينته؟ هوار، هي الطريقه الوحيده اللي رح تخلي حسني امام الامر الواقع. معقول؟ ومنين بدنا نجيب الولد؟ موجود. كيف خلفنا؟ بالمراسلة؟ لا، انت بتعرف نوال بعد ما اطلعت. لا والله. يا اخي المفروض. المفروض ايه. وبعدين في ليلة ضحكت عليها وسافرت لعند خالتها وهنيك جابت الولد. هالطبخة فيها شي شايطة. اوعى تفكر بالسوق. لا، الولد ابن رفيقتها اللي ماتت بعد الولادة، حرام ما لها حدا. وأنا شو دخلني؟ نوال فكرت بهاللعبة حتى تضمن موافقة أبوها، لأنها بتحبك يا مجنون. بشرفك؟ بشرفي. بشرفك مجنون ولا بتحبني؟ بشرفي بتحبك. هي برا رح أبعت لك إياها. استنى شوي. لا تتعبي حالك، هاتي الولد. تفضلي تفضلي. هذا ولي العهد؟ شو بدنا نسميه؟ على كيفك. امي كانت تنادي لي ابو سمسم، منسميه سمسم؟ الاسم مش مهم دلوقتي. تعرفي يا نوال، عفوا ست نوال، كنت بتمنى نتجوز ونفصل ببيع على مزاجنا، لكن نصيب اجانا جاهز. انت حاسس بالموقف اللي انا حطيت نفسي فيه علشان. لكن عم بتخيل شو حيعمل ابوكي لما بدك تفتحي بالموضوع. بابا انا ما اقدرش افتح. بابا انت اللي حتفتح. انا اعوذ بالله. بدك سمسم يعيش يتيم الاب كده؟ يبقى انا كنت غلطانه، كنت فاكره انك بتحبني بصحيح. يلا يا سمسم. ست نوال، انا كرمال عيونك فوت لعرين الاسد وبعترف له. غواش. نعم. خلي بالك من سمسم. رح ياخذ بالي كله لانه من ريحتك. باي باي سم. عملتها. نوال شو عم تعملي هون؟ كنت في البلد وجيت اسال عنك، قلت يمكن حضرتك تعوز العربيه. لا لا خليها معك، انا بجيب سياره الورش. طيب حضرتك مش عايز حاجه؟ سلامتك يا حبيبتي. باي باي، عن اذنك. تفضلي. ومثل ما قلت لك بامكانك تعمل التعديل هاللي بتريده على البنايه. على كل حال هلا بنشوف المخططات وبنقرر. وهو كذلك يا غوار. يا غوار. وين جيت يا ولد؟ نعم ونعامي. مالك سامعني عم تدلك؟ صاير سمعي تقيل معلم، تقيل معلم. وين المخططات تبع البنايه؟ هون بالخزانه؟ لا 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 معلم. في معي زبون برا بده يطلع عليها، هاته والحقني. شبك؟ ممغوص؟ حاضر. الحاني بالخرايط بسرعة. سمسم بدك شي؟ أنا هلأ برجع. تغطى منيحة. طيب والطابق الواحد كم شقة بيطلع؟ أربع شقق وممكن يصيروا شقتين. هلا بتشوف التقسيمات على الخريطة. عفوا. يعطيك العافية، روح شوف شغلك. هي خريطة الطابق الأرضي. هذا اللي فوق.
نعم قلت لك روح لشغلك. معلم في خبريه بدي اقول لك اياها. نعم خير في شي مصيبه؟ لا هالمره خبر سعيد. ما لك بالعاده؟ معلم حسني اذا تعمرت بنايه من غير علمك وقالوا لك هالبنايه لك شو بيكون شعورك؟ هلا من غير مقدمات قول شو عندك؟ عندي ولد. ولد؟ ايوه ولد معلم ولد. انت؟ نعم. من امتى؟ من نص ساعه بس. وين تتجوزت حضرتك؟ من نص ساعه كمان. شوف انا روحي صارت بمناخيري منك. سيد حسني، يا سيد حسني لسه في مقاطع مو واضحه على الخريطه. روح جيب بيت الخرايط. حاضر. والولد؟ روح. سمسوم اقفل الباب من جوا حتى ما يشوفك جدو. ايوه مظبوط. نعم نعم طالع بيشبهني تمام. مينو هاد؟ الولد. رجعنا لك شو انت سكران؟ يا ريت. بعدين حتى لو كان عندك ضراب السخن ولد انا شو بيهمني؟ ابدا عم طق حنك. يطقوا حنكك. روح جيب الخرايط. والولد نحن سميناه سمسوم. انا برايي شوف البنا من الداخل. طيب تفضل حضرتك وانا رح الحق بقية الخرايط. طيب جيجلي جيلي وجيجلي جيلي وجيجلي جيلي يا ماما. شو الولد كمان جايبه على الورشة؟ قيمه من هون احسن ما قيمه قيامتك. تعرف معلم مين امه؟ طبعا واحدة من امثالك. لا سيدي واحدة من افضالك. نطالي شو بتقصد؟ هذا ابن نوال. نوال بنتي؟ من امتى؟ انا مثلك معلم دريت من نص ساعة بس. خلاص يا وقح بنتي نوال لا يمكن تغلط هالغلطة. وانا هذا رأيي. مين مصيبتك؟ امشي معي احسن ما نروح لبيت حماي ونتفاهم. كي احمي جلدك وعظمك سوا. امشي. لحظه لاجيب غيار للصبي. امشي ليعملها عندكم. لك امشي. نوال نوال نوال. نعم يا بابا. تعالي شوف صحيح الكلام اللي عم يقوله مقصوف الرقبه؟ سامحني والنبي يا بابا. سامحني والنبي يا عمي. ايدك عني. ومن امتى كنتوا بتعرفوا بعض؟ اعترفي يا نوال لنشوف من امتى. من امتى؟ ايوه بعد ما طلقت من احمد. ايوه كنت في حاله ياس. اتعرفت على غوار وعمل لي عقد زواج عرفي لحد ما يدبر اموره ويجي يطلبني من حضرتك. وبعدين 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 انا سافرت عند خالتي على مصر. ايوه وعلى سفح الاهرامات الخالده على مر السنين ولد سمسم العزيز. يعني كل هالمده كانت ماشيه المي من تحتي وانا مثل الحمار. صح ومن تحتي انا كمان. قومي من وشي. الله يلعنك. قومي. قوم انا كمان عمي. انت ايه بدي خلي قيامتك تقوم. انا بدي خلي صحيح. لا هاي نوال تعي احكي لك كلمه. لا راح تخنقني. حسني حسني يا ساتر يا رب. صف عمره وخلص عليه. نوال ايدي. تسلم ايدك مرت عمي. بس فهمني شو صار. يلا برا اطلع من بيتي. حسني برا. عمي اروح على الورشه ولا على المكتب؟ ما تورجيني وشك ابدا. انت مطرود. سمسم اتركه ببيت جده. خده من وشي عم اقول لك. ها يلا طول بالك. يلا سمسم انت قل له لجده باي باي. انا متخانق انا وياه. هذا كلب هون.
والله يا عبوسة نقوا القمحة من السوسة، سمسم بده عروسة. يا ماما مين؟ أنا أبو قاسم. أول الشهر ما بيخلف ميعاده. تفضل الباب مفتوح. يلا في حدا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شلاح الشروال اللي أغسل لك يا؟ لا شكرا خالي، مستعجل. ما حضرت لك الإجرة. بسيطة خالي، أوعك تفكر إني جاي مخصوص مشان إجرة البيت. أعوذ بالله. لكن مشان شو جاي؟ مشان إجرة البيت. والله أنت صديق، بتحب تسأل عن صحتي أول كل شهر. برافو عليك. باض شكير. بسم الله الرحمن الرحيم. 25 50 60 70 ما شو هاد غوار؟ بلاقي ناقصين 20 ليرة. قدامك ورقتين يا نصيب منشورين ب 20 ليرة، صاروا 100. يا نصيب؟ ايه يا نصيب الإنعاش السكني، تربح 200 ألف. لا لا غوار الله يرضى عليك، أنا ما بحب الشغلة. قال يا نصيب قال. وحياة شواربك ما بقي من المعاش غير هون. وعم بعطيك اياهم برس مالون. لا حبيبي لا، خليهم معك بعدين ادفع لي ال 20 ليرة. ادعي لي الشهر الجاي اقدر ادفع لك. واك تعملها؟ أنا ما بحب اللعونة. أنا ما بتلعون، تعرفني يا أبو قاسم. بس تسرحت من عملي. بسيطة خالي، الله ما بيقطع. بكرة بتلاقي شغل تدفع لي ال 20 ليرة. خاطرك. لا تأخذني أبو قاسم، ما عملت لك قهوة. بسيطة، قهوتك مشروبة. أبو قاسم، عندك ببرونة حليب جديدة بالبيت؟ ليش بقى؟ نسينا ببرونته جديدة بالورشة. لا والله، ما عندي ولاد. بعرف. خاطرك. غوار؟ نعم، أنا بعرفك عزابي وما عندك ولاد. مزبوط. منين إجاك الولد؟ هذا من الشركة اللي كنت أشتغل فيها، تعويض تسريح. الله عليك يا غوار. مين هاد؟ أنا غوار أبو فياض. وينو هذا؟ لك فينك؟ أهلين غوار. تفضل. ممنون، بس جاي أخذ الببرونة جديدة نسيتها هون. هاي الرضاعة قالت؟ عبقول لحالي يا ترى لمين؟ عجل شوي، صاحبها تركته لوحده. شو شربتون؟ الله يسامحك غوار. صحيح الخبر اللي سمعته انك تركت الشغل؟ مؤقتا مؤقتا. ربك بيعدلها غوار افندي، مع السلامة. خاطرك. الله معك. اسمع مني يا رجال، لا تعذب حالك بالحراسة، روح نام ببيتك. وليش خالي؟ لأنه سرقات الليل صارت نادرة، السرقات الكبيرة عم تصير بالنهار. والله مزبوط. بونوي. بونوي ورحمة الله. العشاء جاهز. أنا ما بدي أتسمم. لك بدي أفهم، وين كنت تقابلي؟ هون بالبيت؟ لا. بالمكتب تحت؟ لا. لك عن فين؟ مرة بالسينما ومرة بالمعرض وآخر مرة رحنا الاستيريو. استيريو؟ استني شوي لنعرف شو صار بالاستيريو. كان النور خفيف. ايه؟ قعدني جنبه. ايه؟ وقعد يوشوشني أكتر من ساعة. شو في مصوف الرقبة؟ وبيعرف يغازل كمان. وبعدين لقيت نفسي دايخ. من الكلام؟ لا، من الويسكي طبعا. في الحقيقة دخت من الاثنين، ولما فقت لقيت نفسي مضي على عقد الجواز. يا غوار. لو طلعت عيونه وبالطول ما بثبتله جوازه. سكت لك شوي، والله خيلتني. عم تبكي في مثل النظافة. تاكل تشرب
تروح على السينما. عود اقرا لك قصة عنتر. ما بدي تتجوز بعدين. لك اخي شو بدك شو بدك؟ الله يلعن اللي كان السبب ابوك. كارت سيرفيا باس باس. كفايه لعبه يا يوسف، الكودة وخلاص. معليش تعيس في اللعب سعيد في الحب. انت خسرت كتير الليله دي. فداكي يا ستي، رح اعوضه بحبك. كده؟ طب اخسر بقى. يا ريتني محله اخسر في اللعب واربحك. 50 ليرة وفوقهم 100. وليش الهجوم؟ حتى تبقى سعيد بالحب؟ خايفة يبقى جوز الاتنين. هاي مصيبة. ليه؟ على هالحالة راح تعيشوا على الحمص والفول. وماله برضو كويس. وفوقهم 150 صاروا 300. باص انا مالي قد المقام. 300 وفوقهم 300 وهي 300 صحتين. شو عندك؟ فول صغير. صحتين. كفاية يا يوسف عشان خاطر. آخركو آخركو. إذا بتريدي شوية تلج. حاضر. طع. من فضلكم يا جماعة بعد كده كل واحد يجيب مع مراته. ها ليش كفى الله الشر؟ أصل تعب تخدم 3 رجال. نحن 4، مين فينا مو رجال؟ يوسف من أهل البيت. اوعوا تكون عملتوها من ورانا. حيحصل مش كده يا يوسف؟ ولو في لي حدا غيرك يا حبيبتي. خايفة منك. 100 ليرة هذا آخركو؟ نعم. 100 خلاص. هذا فتحي إذا وراءه مو مضمون بيهرب مثل العادة. أنا صلدي 500 ليرة بس. أمرك يوسف بيك. شو عندك؟ 3 شباب 3 رواة. آسف يا جماعة كفاية خسارة الليلة. شو بيظهر خلص شمنتو؟ يلا يا جماعة تصبحوا على خير. بكرة تعود خسارتك يا يوسف. تصبحوا على خير. ما تنسوش بكرة عشان يوسف يعوض. تصبحوا على خير. مع السلامة. مع السلامة. تصبحوا على خير.
سمسم اجى التموين فيق. مرحبا غوار. اهلا. حليب بالحلاوي قديش بدك؟ ليره، نص ليره حليب نص ليره خبز وحلاوي. انتو ما رح تغيروا رايكم وتبيعونا بالدين؟ لا والله. لكان رح اعطيك ورقه يا نصيب بعشر ليرات تربح 200,000. لا دخيله، بضرب لي معلمي. وشك مو وش سعاده. ما معي غير نص ليره، هات الحليب بس. رجع الخبز. نعم. اهلا نوال. اسمع يا يوسف، انت حتكلم بابا النهارده ولا ايه؟ ها؟ لازم ننتظر يوم يومين لحتى تهدى الامور. لا لا لا، ما بيجوز نتقابل بهالفتره ابدا. طيب طيب، على العموم انا بعثت لك المخططات ويمكن يكونوا عندك. مين كان عم يحكي؟ المهندس. بكره بتكون بورشتك الصبح، عندي جوله تفتيش على كل الورشات. تفتيش؟ أمرك في سبب معين؟ حوادث الانهيار اللي عم تصير، نقص واضح بمواد البناء، لازم حدد المسؤول. يعني حضرتك بشك بحدا؟ بعد الجرد بيتوضح كل شيء. والله أنا شخصيا شك بغوار، لأني لاحظت عليه بالفترة الأخيرة إنه مصروفه أكبر من راتبه. السحب أم الميات فوشت 200,000 ليرة بعشر ليرات يا صاحب الحظ، ما بقي غير نمرتين. بعد بكره السحب، بعد بكره السحب يا صاحب الحظ. نادي لك صوت انت الثاني. بعد بكره السحب ما بقي غير نمرتين يا حباب. بعد بكره السحب فينك يا صاحب الحظ؟ سمسم اجى زبون، لا تلتهي لي بالببروني. يا حباب يا حباب، وقت منك هالورقة. حظك رماها بين ايديك، بدك تربح 200,000، هات 10 ليرات مبروك. هات. لا يا حبيبي، الله يجبر عنا. الله يوفقك جابرنا، الله يوفقك. عمرك ان شاء الله ما جابر. بعد بكره السحب. يا نصيب ما بين غير النمرتين. فينك يلي بدك تقبض يا صاحب الحظ؟ فينك يا صاحب الحظ؟ يا نصيب 200,000 ليرة بعشر ليرات أم الميات فواشات اللي بقدر. أهلا غوار، تفضل لضيفك كاسة شاي. عشت. هات لك سندويشة معها لكان. ما بينعز عنك والله. ما في؟ ما في. لكان اعملها سكر زيادة وهات لك فرنج للصبي. شو الشغلة تعليقة؟ واحد شاي اثنين زورات. فواشات أم الميات يا نصيب 200,000 ليرة بعشر ليرات اللي بدك تبقى 200,000. جابرنا الله يوفقه. 200,000 ليرة بعشر ليرات يا نصيب. فينك يا صاحب الحظ يلي بدك تبهض 100؟ هيك اللعبة أحسن يا أخي عدو. 200,000 ليرة، فينك يا صاحب الحظ؟ نادي لك صوت انت الثاني. شاطر تركب وبس يا نصيب. أهلين هب الريح لك زيح. ما انت وياه، انا ابو داغر هب الريح. اللي بيناتكم اسمه عبد الحميد، قرب قدامي لشوف. عم بحكي عربي. اللي اسمه عبد الحميد بيناتكم ورجيني موديله. ما في بيناتكم واحد اسمه عبد الحميد؟ شو رجال هي؟ تعرف عبد الحميد شي؟ عم اقول عبد الحميد كرتون، يورجيني حاله. شو بتريد منه؟ في له حساب معي. اذا كان الموضوع موضوع حساب، انا عبد الحميد. تمسك بايدك حتى ما توقع. اسمح لنا بالحساب. لا انت عبد الحميد؟ نعم. خليه مشان نشوف دكك الحساب. بدك الحساب نقدي ولا بالتقسيط؟ والله دفعة واحدة أحسن.
خذ يا اول دفعه، هاي الثانيه وهي الثالثه يا بشا. وليش بس ارجي دوس منطقتي مره ثانيه؟ الله يصلحك يا عبد الحميد، طالما ما بيعرفك كيف عرفته بحالك؟ انا صحيح اكلت قتلي لكن طلعت اذكى منه وضحكت عليه. كيف بقى؟ لك انا مو عبد الحميد. اخ ما بعت له ورقه يا نصيب، واحد بفلات واحد بصيب، 200,000 ليرة بعشر ليرات، ما بقى غير نمرتين. 200,000 ليرة بعشر ليرات، فينك يا صاحب الحظ، بعد بكرة السحب، فينك يا صاحب الحظ. 200,000 ليرة بعشر ليرات يا أبو قاسم، نقي لك نمرة، ما بقي غير نمرتين. ها لا تعذب حالك، ما بشتري. أنا حاسس إنه هال200,000 ليرة من نصيبك يا أبو قاسم. إذا كنت حاسس إن الورقتين ربحانين خليهم معك وقبض جايزة. بيني وبينك قرش بالجيبة أحسن من 1,000 ليرة. بدنا ناكل يا أبو قاسم، الله يرزقنا بحسنة هالعيلة. شو لسه ما لقيت شغل غوار؟ وين الشغل؟ هلا واحد عمل لي قتلة ما دفع ولا فرنك، بعد بكرة السحب. شفي قلبي عليك والله، هات الورقتين رح اشتريهم منك. الله يعمر بيتك يا ابو قاسم. هلا حسابنا صار تمام. انو حساب؟ مالك اجره البيت؟ شو نسيت؟ اعطينا حق هون واذا ما ربحت بدفع لك. لا ورقتين يا نصيب باليد خير من 20 ليرة لوعدي. ونحن عمرنا ما ناكل. يعني ما بدك تضحكي نوال؟ في شي مضايقك؟ لا رح تخليني ازعل منك، قولي. ما في داعي للاحراج. احراج؟ احراج اذا كنت بطلب منك تصلح غلطتك. غلطتي؟ انا مالي غلطان لوحدي. عندك حق، دي كانت غلطتي برضو علشان صدقت كلامك. وانا يا ستي ما زلت عند وعدي وكلامي. كفاية كفاية كده. لا أرجوك، أنت عم تجرحي شعوري. وشعوري أنا؟ شعوري أنا ملوش قيمة عندك؟ وابنك؟ ابنك اللي بيتمرمط في إيدين الناس ملهمش أي دعوة بالمشكلة بتاعتنا. يا ستي خلاص خلاص، بوعدك بشرفي خلال يوم 2 3 كلم أبوك. لا يمكن نستهلك الكميات الكبيرة من الحديد والشميتو. بالنسبة لدفتر المستودع اللي كان ماسكه غوار صحيح 100%. يمكن تكون تقديرات حضرتكم غلط. مستحيل، حتما في سرقة ولازم نكشف الحرامي. في الوجبة تطلع من المستودع لازم فيها كشف وإيصال من مراقب الورش المسؤول. عندك حق، الكشوفات والإيصالات بتوضح كل شيء. بتسمح لي أنا أروح لشغلي؟ تفضل. أهلاً يوسف أفندي. أهلاً غوار، إذا بتريد بدي إياك بكلمة. خير إن شاء الله، تفضل. لا تخاف تفضل. بتريد تسلم على سمسوم؟ أمي سمسومة، تعي ماما تعي. سلم على أنكل يوسف. اللي يا غوار. نعم. وين الكشوفات والإيصالات اللي أنا ماضي عليهم؟ محفوظين عندي. بس دورنا عليهم ما لقيناهم. شو بدك من هون؟ يرضى عليك يا غوار، في جرد وحسني عم يسأل عنه. يوسف أفندي لما حسني بيسألني عنهن بعطيه هون. يا غوار أنت ما بتثق فيه؟ بالنواحي العاطفية كل الثقة، لكن بالنسبة للشغل لا. طيب عدم ثقتك فيي رح تكلفك غالي. ولد تاني بدها تكلفك نوال بذاتها، أنا رح خليها تكرهك للأبد. غلطان، أنا واثق من نوال. بكرة منشوف. بكرة منشوف. مع السلامة يا عيب الشوم، نسيت أعمل لك قهوة. سمسم أنا راجع. ألو، أيوة أنا نوال. مين؟ أيها غوار، لازم شو ضروري. قولي في إيه؟
الولد جرى له حاجه؟ ما تخبيش علي. بالعكس مبسوط مني كتير، المهم انت تكوني مبسوطه. بدي اقابلك بخصوص يوسف، عم بيهددني. ايه بيهددك؟ وهددك بايه؟ العفش ما بيسوى اكتر من 2000 ليره يا سيدي. مبروك عليك، انا لولا ظروف السفر ما ببيعه ب10000 ليره. ايوه مين؟ نوال؟ ايوه. لا بس انا مريض شوي. لا لا اوعي تجي، عندي دكتور وعندي ناس كتير. طيب طيب انا بعد ساعه جاي على المكتب. بعتيلي كل الموظفين. ما اجى حدا منهم. والله عال لا يوسف ولا غوار. غوار؟ صحيح غوار ما لازم يجي، لكن فين يوسف؟ ما اجى ولا حكى بالتليفون. هذا مو مكتب ابدا، هذا حمام مقطوع ميته. نهارك سعيد. نهارك سعيد يا حسني بيك. نهارك زفت، مالي فاضي. انا ساعي جمعيه الانعاش السكني. اخذنا يا نصيب وخلاص. يا حسني بيك انا جاي بخصوص. يا ساعي بيك وانا رايح. يلعنك. اطلبي لي الاستاذ عبد الرؤوف المحامي. والله عال. عفوا يا سيدي. يا اخي ما بدنا يا نصيب. الدفتر اللي اخذته سعادتك دفعت حقه. بعرف يا حسني بيك، لكن بدي اقول لك انت دمك تقيل. عندك حق، بس اسمعني شوي. مالي فاضي لك، فعلا برا. نعم ربحت 200000 ليره. سيد عبد الرؤوف معك يا استاذ. 200000 ليره؟ متاكد؟ طبعا متاكد. 200000؟ 200000 ليره. وليش ما حكيت من الاول؟ انت خليتني احكي يا حسني بيك. عفوا بعدين بحكي معك استاذ. لك انت اخف دم شفته بحياتي. شكرا. اعطيني رقم النمره الرابحه. 4 2 3. 4 2 3. 4 2 3. بس مو معي، الحقني. يلا 4 2 3. فين ورقتين دي نصيبي اللي بعتك اياهم؟ موجودين. يلا 4 2 3. تفضل. 4 2 5. 4 2 6. مو هني، الحقني. 4 2 3. 4 2 3. نشوف كيف درج يوسف. 4 2 3. تفرجوا شو حاطط الكبراء، لازم يحطها بسنة مهملات. ايدك صعش كتير. 4 2 7. 4 2 8. وهني الحمد لله حتى من البيت. الحقني. بالسلامة. شكرا. بالسلامة. السلام. من فضلك شقة الأستاذ يوسف في أي دور؟ في الدور الثالث. شكرا. لكن الأستاذ يوسف ترك البيت اليوم. ترك البيت؟ راح فين؟ سافر برات البلد. سافر؟ ما تعرفش راح فين؟ والله علمي علمك. بوعدك وعد شرف اني فاتح ابوكي بالموضوع ونتجوز. طيب طيب طيب. صباح الخير. مالك مخضوض كده؟ خايف من حاجة؟ تركت الشغل. ايه؟ تركت الشغل؟ والله يا عال. ايه اللي في الشنطة ده بقى؟ سيمنتو؟ لا تيابي. ناوي اقعد عندك يومين لحتى ارتب اموري. يا ريت.
انت عارف ان انا لوحدي في البيت. وماله؟ انت اتجننت؟ والناس هتقول عني ايه؟ من امتى كان رأي الناس بيهمك؟ برضو في تقاليد، في اصول. لو كانت حكاية فنجان قهوة ممكن، غير كده صعبة شوية. بس المفروض رح نتجوز، نسيتي؟ لما يحصل يبقى وضعي تاني، وانا يهمني قوي سمعتي، واظن تهمك برضو. اكيد. شفت؟ ياريت في حاجة تانية اقدر اساعدك فيها. خد، خلي دول معاك، يمكن تحتاج لهم. خليهم عشانك. يا رب، هاتي نشوف. لا، ويلك، لا، ولا هي كمان. يوه، شوفهم منيح. شايفهم منيح، شو ما بعرف اقرا رقام. ليكون الأخ غلطان. أبدا يا مدام، صح مو غلطان. 4-3 داخلة بالدفتر اللي كان عندي. شوف شوف لمين بايع كمان. نرجع من عنده. يلا. السكرتيرة ويوسف 4، وأنا 2-6، ودول 14. بس الدفتر فيه 12 ورقة. بس اسندوني 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 اسندوني. الورقة مع مقصوف الرقبة. غوار؟ غوار وغوار افندي. عفوا، غوار بيك وين بقدر اشوفه؟ بجهنم. اوف، مشوار سخن. تفضل تفضل حضرتك من غير مطرود، وبكره رجال عندي. يعني رح تشوف غوار بيك حضرتك؟ اذا شفته اكراميتك محفوظة. الله يجمعك فيه يا رب يا رب. تعرف يا حسني، انت تسرعت مع غوار. شو بتقصدي؟ يعني عريس لنوال معه 200,000، ما بينفع؟ لوين رايح؟ دور على صهري قبل ما يفلت بين ايدينا. يا اهلا ست نوال. عفوا، تفضلي. خدي راحتك. سمسم بتعيط لي يا روح. ماما جت. تعال تعال. بس 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 كمي لحينه، كمي لحينه. بس يا روح بس. الله، ايه ده ولد؟ عفوا يخزي العين. ابننا كتير نشيط، ما بالحاله غسيل. بسم الله. انت تحملت كتير بسببي، ومستعد كرمالك اتحمل نشاط 10 أولاد كمان. انا تعيسة وما استحقش منك كل ده. لازم نتحمل يا نوال. ايه، الله يصلح ابوك ويهديه. سمسم نام. كنت بنيت قصر من الأحلام وتهد مرة واحدة. يمكن يوسف اللي هندسه؟ من فضلك أرجوك ما تجيبش سيرة يوسف قدامي مرة تانية. لا تشيلي هم، رح أبني لك قصر أحلامك من هندستي أنا. قصر من شمينته، مو من رمل مثل يوسف. عفوا، بس الله يهدي أبوكي حتى نبقى نحن 3 عيلة واحدة مع بعض. أربعة اتنينات ثلاثة. مين؟ حسني. بابا خبي، الله يوفقك. هذا عمي. سمسم هاتي الصبي. الصبي فين؟ بالأوضة جوا. خذ. غوار، غوار الشنطة، الشنطة. أنا الشنطة. ما عرفت جنبي دلوقتي. تفضل اقرا، افتح لي. افتحي له، أنت مو أبوك. فين لقيت يا ولد؟ مور معلم. افتح لي بالاول. شبك خايف؟ عم تبكي ترتجف من فرحتي لما سمعت صوتك. اشتقت لك عمي. القلوب عند بعضها. انا بعد تفكير لقيت من الانسب نشوف لها القضيه حل ونستر الفضيحه. عم تحكي جد عمي؟ طبعا. يلا هات الولد وامشي معي على البيت. فينه؟ وين السمسوم؟ طيب اسبيني انت معلم، لانه انا عندي شويه غسيل بغسله. لو عندك شغل الذهب بتتركه، نوال اهم.
هو مزبوط، انا منشان نوال جوا، لا مش هو. يلا لا تضيع الوقت، فوت البس جاكيتك وتعال. الوردة ما حتدبل طول عمرها. غوار، أنا لازم أعترف لك بحاجة مهمة. الولد اللي عندك ده يبقى ابنك. ها؟ هذا اللي بعرفه، ابنك وبس. وين بقيت يا ولد؟ متشكرة قوي، مع السلامة. شو عمل حالك عمي؟ نعم سيدي. يظهر عرفك. سيك تفضل شرف. يلا. عفوا لحظة معلم عمي. قول سابي كان قول. سم سم سمي سم 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 سمتي. تركيلي حصة بقى، عطيني الصبي. تركو نايم يا حبيبي. شايف يا حسني؟ شايف طالع بيشبهك تمام. فشر بيشبه أبوه. على كل قومي نايمين جوا حتى أتفاهم مع صهري. حسني يا فندي رصني من إيدي. أي قول. أي أي تاري مزبوط، أنا ما عم بحلم. لا حقيقة. شوف يا غوار، إيوة أنا وافقت إني جوزك نوال بصورة رسمية. الله ينولك مرادك، لكن في لي شروط. أنت فصل وأنا بلبس مثل العادة. نوال مهرها 50,000 ليرة. لكن السوق نازل ما فيها الأسعار. شو 50,000؟ طبعا أنا بعرف إنه ما بإمكانك تدفع المبلغ. إيوة لكن نحن منكتبه. إيوة مشان قيمة البنت قدام الناس. إذا كان بس قدام الناس أنا حاضر. أنا محضر الورق. هاي أمضى. وهذا إقرار ثاني إنك بتدفع 20,000 ليرة تكاليف الجهاز والفرش. 20,000 قليل، مو حلوة قدام الناس. 30,000 ولو. هاي بنت البرزان. في إقرارات تانية؟ لا. مبروك يا أبو سمسم. الله يبارك فيك يا مرت عمي. صحيح ذكرتيني، لازم هدية لأم العروس ب10,000 ليرة. أحلى قدام الناس. اكتب إقرار. يا حبيبي يا صهري. تكرمي مرت عمي، 15,000. هات إقرار. أحلى قدام الناس. لا أنا ما بوافق يا صهري. أنت عم تبعزي أموالك. حط بالخرج حبر على ورق قدام الناس. يعني هلأ أنت صرت مديون ب95,000 ليرة. إيه سيدي، إذا إجاني اقبضوا. إيه خذ الخبرية وقوي أعصابك. حديد. نعم. أنت ربحت 200,000 ليرة. إيوة حلوة النكتة. عم بحكي جد. إيوة ورقتين اليانصيب اللي بعتك ياهم بزماني. ايوه واحدة منهم ربحت 200,000. ايوه. ايه مزبوط يا غوار، مزبوط. غوار شبك غوار؟ غوار هاتي كولونيا بسرعة. غوار غوار خلصينا بقى، اجلي شوي. الله يصلحك، كنت قصت له الخبر شوي شوي. انا عرفان انه اعصابه ما رح تتحمل. عم وينو عمي؟ جنبك جنبك. عمي حسني 200,000. ايه حبيبي، كل هاد اثرت عليك الفرحه؟ اثرت علي المصيبه. اني مصيبه؟ انا بعت ورقتين اليانصيب. الله لا يعطيك عافيه. لمين بعتهم؟ لابو قاسم صاحب البيت. ايه قوم 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 ضربه تخلع رقبتك. يا مصيبتي. طول عمري كنت اقول عنك منحوس.
ما قلت لك يا حسني انه ما بيستاهل نوال؟ غلطة والله ستر. طبعا هلأ تغيرت الصورة، ما عاد في 200,000، لكن أنا بعرف كيف رجعه. إذا ما رجعته نعتبر اتفاقنا لاغيها. بعرف، خلوا لي سمسم عندكم أماني. بسم الله الرحمن الرحيم، نقصني يا شيخ. تفضل يا أبو قاسم تفضل. ليش مستعجل؟ لسه ما اجي أول شهر. هدول العشرين ليرة حق الورقتين يا نصيب اللي بعتك ياهن، اسمح لنا بالورقتين. يا نصيب يا نصيب. ايوه ايوه ايوه. ليش بدك ياهن؟ اتضح انهم مزورين وانا ما بحب ضرك. يا عيني عليك، والله انا طول عمري بقول عنك رجال شهوة. ايوه. فين خبيت الورا؟ ايوه. فين خبيت الورا يا ابو قاسي؟ بدنا ندور عليه وخالي. يلا. شي عجيب، وغوار كيف قبل يضحي ويلزق بنفسه هالتهمة؟ غوار ده أنبل إنسان شفته في حياتي. تصور يا ماما، بالرغم من ده كله بيحبني بشكل غير معقول. لكن انت كنتي عم تضحكي عليه. ايوه ده صحيح، لكن صدقيني يا ماما انا دلوقتي بحتقر نفسي، وانا فعلا ما استاهلش الحب الكبير اللي في قلبه. شو غوار؟ لقيت شي؟ لا. وانت ايه؟ وانا كمان لا. نزيل. شي غريب والله، وين اختفوه؟ هذا شروالك العمى. لك جيوب داخلية؟ ايدك هيك. وهون خلصت باشي؟ ليكون اخذتهم على البيت ابو قاسم. لا اكيد بالدكان. فين خبيتهم يا ابو قاسم؟ فين خباهن أبو قاسم؟ فين خباهن أبو قاسم؟ ذكرت بعرضك بالطربوش. الطربوش الطربوش الطربوش، هلا شفته، هلا كان بإيدي الطربوش. الطربوش أنا هلا كان بإيدي شفته الطربوش. حدا شاف الطربوش؟ ليكو الطربوش إيدي بطربوشك. يا عيني عليك يا أبو قاسم، شو ذاكرتك قوية. مو هاي فين تانية؟ أيوة تاني. أيوة تاني. أيوة تاني. أيوة. فين التاني يا أبو قاسم؟ فين التاني يا أبو قاسم؟ خلصني، طالعت روحي بذاكرتك القوية يلا. أيوة أعطيناها لعبدة صار نسكافي. أنو سكافي؟ أبو رياح بآخر الحار على إيدك اليمين. بعيدها بذاكرة قوية. لك فين رحت؟ تعلم معي البضاعة. مرحبا عمي. لا 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 لا، سلامتك، منيح اللي ما انصاب اصبعك. انصاب وخلاص. مور. حضرتك سيد عبدو؟ لا، عبدو كان عم يشتغل عندي سابقا. سابقا وحاليا ترك الشغل وسافر. الله لا يعطيك عافية. طيب انا لا بقصد عبدو. لا تخاف لا تخاف، المي نظيفة باين من لونها وريحتها. لا تاخذني يا ابني، تفضل تفضل، في مغسله جوا. شكرا، ما صار لي شهر عامل حمام. عمو هالصوره اعلان نعل؟ لا، هي دليل الجريمه اللي ارتكبها عبده. جريمه شو؟ الاجدب قبضها من زبون عواض 10 ليرات. يحرق حريشه. شو اجدب؟ 4 2 3. لهالسبب بعد ما طردته لزقتها هون لحتى اتذكرها وما اقبض عمل مزيفه. برافو عليك، شو ذكي. عن اذنك وين رايح؟ وين؟ لسه ما غسلت ايديك. مو قلت لي هالمي نظيفه؟ 4 2 3. ارجوك يا استاذ
تهتم لي بدعوى يوسف النصاب الحرامي. طبعا طبعا، انا رايح فورا اقدم دعوى مستاجره اطلب فيها البحث عنه وتوقيفه حتى عن طريق الانتربول ارجوك. وهو كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم فوار، طمني، برازيل؟ شو وصلك البرازيل؟ عفوا قصدي شارع البرازيل، ورقه لي نصيب لقيتها 4-2-3. وشو عم تنتظر؟ هاتها وتعا. ما بتقدر؟ ليش ما بتقدر؟ لك في واحد سكافي ملزقه نص نعل على باب دكانه. انا عندي حل، نقنع سكافي يبيعنا الدكان وبعدين منلاقي طريقه نفكها عن الباب على مهلنا. اذا سعرها رخيص منشتري، ولا اقول لك اشتري باي سعر. طيب مين الشاري؟ حسني البرزان متعهد بنا قد الدنيا يا. ايه والله لشوف من هون لساعة إذا في نصيب بجيب سنة تمليك وبجي لعندك. عاي اوعى تغير فكرك، هاي كرت الفيزيت تبع البرزان، أنا عم بستناك على نار ومسامح بالبرسنتاج. نعم بدلالي. اتثقفوا يا أخي اتثقفوا. فهمت عليك. وينك؟ نعم اتكل على الله. غوار المعلم هون. هون ومو هون. ما فهمت. البلا الأعظم عنده جوا بالمكتب وهو متخبي ومو قادر يطلع. وفين متخبي؟ بالخزانة تحت المكتب. علمي علمك. يعني لازم نلاقي طريقة نخلص المعلم. ايوه مرحبا شباب. مرحبا. شو وجعكم؟ واحد يحكي. فين معلمك النصاب؟ جوزي بالمستشفى. فكروا يتهرب منا؟ ايه وين بده يروح؟ ما راح نتحرك من هون لنشوفه. شباب خايف فوت. عندي امل. مالكن عارفين يا مساكين انه هالشقة معمرة حسني؟ عم بستغرب كيف حاملة وزنكن. عم تحكي جد؟ مبارح الارضية تبع الاوضة الثانية هبطت. الله العليم اليوم دور هالمكتب. لا مو كل مرة بتستمش الجرة. صح. قوموا يا شباب امشوا على مهلكم ليهبط المكتب فينا كمان. امشوا على مهلكم على رؤوس اصابعكم. بلا طلق وبلا طلق. بلا طلق وبلا طلق. تفضل. وبلا طلق. يا اختي معلم حسني. معلم اظهر وبان عليك الامان. برافو عليك اللي قدرت تتصرفوا. لكن انا شو شغلتي بهالمكتب؟ شو صار بسكافي؟ اهلا وسهلا، تفضلوا استلموا الدكان. تفضل. ان شاء الله مبروك. الباب ماني شايف عليه الورقه. تغير الباب كله. قصدكم باب المغسله؟ ايه باب الرزق باب السعد. شوفوا يا اخوان انا رجال صاحب ضمير. ايوه بالاصل كنت موسع على باب جديد. ايوه قلت يا ولد ركب لهم اياه. ايوه خليهم يستلموا الدكان نظيفه. ايوه الله لا يعطيك عافيه. ايوه وضروري تكون صاحب ضمير لهالدرجه. ايوه والباب العتيق وين رحت فيه؟ لك عمي ما بيسوى فرنك. ايوه اعطيته للفرن اللي جنبنا خليهم يشعلوه. معلم الى الفرن. تضرب شو صاحب ضمير؟ يتحرك.
فين بابس كافي؟ هو محترق بيت النار. يحرق قلبك. حرقت قلبي. ليك شو السرعة؟ واحد اثنين شو بقول؟ اثنين ونص. شو مجنون؟ ثلاثة. ليك تمشيت يا خطالك بليلي دخيلك عندك برمولي. هاتوا مي، اعطوني مي. لا تحرق حالك يا زلمة. لك شو بك واقف انت؟ علم حسني ناولني مي. لك شو مي وما مي دخيلك تعال عم تخرب. رب هاتوا مي. خرب بيت. استردوا عيوه؟ لسه. مسكين يا غوا. أنا حاسس إني السبب. معلش يا بابا. الله يلعن الطمع. مظبوط. غوار. 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 بابا بيكلمك. نعم. سامعني؟ لا مين؟ وعيت شوي؟ لسه عم خربة. ندري عليه لما تطيب لجوزك نوال. كذب. غوار. وحياتك. ما معي لا متقدم ولا متأخر. موافق. جنيت على حالك. وهو كمان موافق يا باب. اه يا عفريتي انت وياه. الو. ايوه موجود. مالي موجود. دقيقة واحدة. هاتي. تليفون عشانك يا باب. خير؟ ان شاء الله خير. نعم. يا حسني بيك عم احكي من مكتبك. دعوة يوسف بكل اسف ما راح نقدر نستمر فيها. ايوه. جواب الانتربول بيقول انه يوسف مات بحادث اكسيدان بايطاليا. حسابه عند ربه بقى. شكرا يا استاذ. مع السلامة. مين عمي؟ ما في لزوم. بعدين. نوال؟ نعم. فين سمسوم؟ يا خبر، ده احنا نسينا ماما برا. قلبها رقيق، مو رايدة تشوفك بهالمنظر. والله يا ماما بقى كويس. خش بقى. تعال. الحمد لله على سلامتك يا ابني. خضيتنا عليك. شكرا مرت عمي. هاتي من ايدك. صار دوري. حسب علي يا ماما. غيرتوا له؟ والله زعلت اللي راحت عليك ورقة لي يا نصيب يا غوار. بالعكس، انا ربحت جايزة اكبر. يا حبيبي. اي ايدي. يلا امشي، خلي عندك نظر. طيب خلي بالك من سمسم يا مام. لا لا يا بابا. ايوه منهوش.